لم تحل مثل هذه التضاريس الورع من تجنيد مختلف المصالح الصحية لتقديم خدماتها الطبية، خدمات تشكل جزءاً من حياة سكان العالم القروي، خصوصاً بعد فاجعة الزلزال. قمنا تقريباً بالتغطية ديال شي تقريباً 10 دواوير في ثلاثه النقاط ديال اللي تنسميو حنا نقاط ديال التجمع. الحمد لله الحاله الصحيه راه مطمئنه، ما كاينش ظهور ديال شي اوبئه. وحده طبيه متنقله مجهزه بصيدليه انتقلت الى دواوير عده في جماعتي تفنغولت وتيزينتست من اجل تقديم الرعايه اللازمه لضحايا الزلزال وضمانا لاستمراريه الخدمات الطبيه. هاد البرامج الصحيه تتلخص في الخصوص، الهدف الاول هو الامراض المزمنه، خاص التغطيه ديال الامراض المزمنه، مرض السكري، مرض ارتفاع الضغط الدموي، امراض الكوليسترول، الربو. الوحدات الطبيه المتنقله التابعه لوزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه مستمره في تقديم خدماتها باقليم تارودانت عبر برامج مختلفه تهم صحه ساكنه العالم القروي.